دكتور محمد رجاء رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. دكتور محمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. يعني عندنا اخبار يعني دايما بتدعو للتفاؤل كده، والزراعة تطبق قرار دخول حديقة الحيوان ب 65 جنيه لطلاب المدارس الخاصة. قول لنا يعني ايه الخبر ده، واحنا بنطور حدائق الحيوان ازاي وبننميها ازاي يا دكتور محمد؟ والله حق، احنا عندنا يوم الثلاث يعني بيبقى اجازة اصلا من الجمهور، فيعني احنا خصصناه للافواج عموما السياحيه، سواء مدارس بقى خاصه او سواء افواج سياحيه، اللي بيرغب في دخول الحديقه وهي فاضيه، فاحنا طبقنا عليه نظام اللي هو 65 جنيه، وانا شايفه الحقيقه بدا ينجح، وبدا في ناس تبقى حريصه على انها تزور الحديقه وهي فاضيه. فيعني يعني تراجع اليوم الثلاث اللي فات ده كان في حدود 4000 زائر في فتره يوم الثلاث، فالحقيقه ده يعني القرار ده ليوم العطله الرسميه بس. بالظبط كده. فيعني خصصنا الافواج الصحيه، وانا شايف الحقيقه يعني مهم جدا ان في ناس عايزه تيجي، برضه في طلبه في افواج سياحيه عايزه تيجي، والحديقه تقريبا بتبقى يعني هاديه جدا، فانا شايفه قرار ناجح، والحقيقه بدا يعني يؤتي ثماره، وبدا الناس تبقى حريصه على زيارة الحديقة في هذا. طب احنا بنعمل ايه لتطوير ملف حدائق الحيوان، واحنا عندنا يعني الحقيقة كنز يا دكتور محمد لابد ان احنا نشتغل عليه بشكل كبير جدا، وممكن يكون مورد كمان مهم جدا. طبعا بشكر حضرتك، طبعا ده نقطة مهمة. احنا بنعمل ايه؟ انا شايف طبعا يعني الحقيقة توجيهات معالي الوزير دايما، يعني شايف يعني من اول خطوة يمكن في الوزارة كان مهتم جدا بالحدائق، ومهتم جدا انها تبقى مورد دخل لوزاره الزراعه، وانها تؤدي الخدمه كما يجب للجمهور الزائري، يعني دي مهمه قوي. فحرص سيادته على هذا المجال، احنا طبعا بدانا في تطوير حديقه الحيوان بشكل كامل، احنا عندنا يعني محورين مهمين قوي اشتغلنا فيهم، محور النظافه وخدمات الجمهور، ده محور مهم جدا، عملنا منظومه نظافه على اعلى مستوى، عملنا استراحات ومقاعد خشبيه جديده، عملنا صيانه لدورات المياه بالكامل، الحقيقه زياده المساحات الخضراء والرقعة الزراعيه في الحديقه ده مهم جدا، والناس شايفه اللون الاخضر بيكسر جنبات الحديقه بالكامل. الحقيقه يا دكتور محمد الملف ده ملف مهم جدا، وملف جداً شائك وتقيل، واحنا بندعي لك ان انت ان شاء الله تحط الحدائق الحيوان عندنا في مصر على الخريطة السياحية كمان، حتى يبقى السائح عندنا أنواع نادرة من الحيوانات موجودة في هذه الحدائق نهتم بيها. الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بشكرك جدا على المداخلة معنا.